فيني فوت من بعد إذنك؟ شربني. تفضلي. شو كبيتوا على الأرض؟ مو أنا اللي وقعتها ولا أنا ولا أنا. كملوا أكل لشوف. يا الله ما بعرف كيف وقعتها. يلا قوم. تاي أنا ما بدي أعمل لا تقصر لي شعري. الأمل مليان بشعركم، كم مرة بدي أحكي؟ تاي انت بتعرف شو ساويت؟ آسف، يمكن نقصتك. شو أعمل؟ أنا ما بعرف شلون بوقع الغراض. ماني عم أحكي عن كسر الكاسة. لكان شو قصدك؟ انت ذكرتني بالفراغ اللي كان جواتي. يعني أنا ما كنت قاصدة، وأصلاً ما فهمت عليك شو قصدك. يعني اللي عشته انت واللي مرقت في عائلتك. كان على طول يخوفني تبقى بالعائلة مثلي. لهلا ما فهمت. لأنه أنا تربيت بملجأ الأيتام. ما عرفت لا أمي ولا أبي ولا حدا من قرايبيني. لهيك كل اللي كبروا بملجأ الأيتام على طول في جواتهم فراغ كبير ما بيروح، وما حدا بيقدر إنه يعبيه أبدا. لهيك كنت حاول أنسى هالشي، بس عايش فيني. أنا وصغيرة بتعرف شو كانت أكبر أحلامي؟ شو كانت؟
مدينة الملاهي. تخيل كنت استنى لتعتم الدنيا ويقولولنا روح وناموا بقى، أنا كنت أسحب الحرام على وشي وأتخيل حالي بمدينة الملاهي وروح أركب الأحصنة الدوارة وأطلع على القلابة الكبيرة وبلحظة شوف العتمة بتتلون وأسمع صوت الموسيقى بكل مكان وحتى آكل حلاوة وغزل البنات كمان. كنت انبسط مثل المجانين. بس بأحلامي طبعا. كيف يعني ما رحتي على مدينة الملاهي أبدا؟ ما رحت. ليش؟ على طول بتطلع مدينة الملاهي من بعيد. حتى هلأ إمتى ما بشوف مدينة الملاهي بيجي على بالي أركض لفوت عليها بسرعة وأركب الأحصنة الدوارة والمراجيح والقلابة وأركب الدولاب وأكل التفاح الأحمر والغزلة ولوت وشي ووسخ ثيابي وبدي إيدي يلزقوا ببعضن من الدبق. بس لهلأ ما استرجيت روح أبداً أبداً. ليش؟ ما بعرف، يمكن لأني كبرت. يا سلام، اسمح لنا شوي مجد بيك. مجد بيك؟